أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الخميس قائمة نادي الهلال الرسمية التي ستشارك في كأس العالم للأندية 2019، مشيرا أن للأندية حق الاستبدال للإصابة قبل 24 ساعة من أول مباراة. وجاء نواف العبد أبرز الأسماء المستبعدة من القائمة وفقا لاختيارات الروماني رزفان مدرب الفريق للقائمة التي لا تتجاوز 23 لاعبا فقط، من بينهم 3 حراس مرمى حسب لوائح البطولة. أعلنت الهيئة العامة للرياضة ممثلة بمعهد إعداد القادة توقيع شراكة استراتيجية مع جامعة ريال مدريد الأوروبية في العاصمة الإسبانية مدريد. وبينت الهيئة أن الشراكة مع جامعة النادي الإسباني تتضمن استفادة المعهد من 15 تخصصا تقدمها الجامعة، بما في ذلك الإدارة الرياضية واللياقة البدنية والتدريب، وذلك من خلال تمكين الكوادر السعودية من طلاب الجامعات ومنسوبي الهيئة والأندية بالالتحاق ببرامج الجامعة. أعلن النادي الأهلي نجاح العملية الجراحية التي أجراها الثنائي عمر السومة وخالد البركة لاعبا الفريق الكروي الأول في أسفل البطن في مدينة ميونخ الألمانية، وسيبدأ اللاعبان في تنفيذ برنامجهما العلاجي والتأهيلي فور وصولهما إلى جدة تحت إشراف الجهاز الطبي في النادي، على أن يستغرق البرنامج التأهيلي لهما 4 أسابيع. سجل المنتخب البحريني إنجازا تاريخيا له ببلوغه المواجهة النهائية لبطولة كأس الخليج العربي 24 المقامة في قطر عقب مباراة ماراثونية أمام المنتخب العراقي، انتهى وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل بينهما بهدفين، لتبتسم ركلات الترجيح للمنتخب البحريني بنتيجة 5-3. أعلن نادي الهلال عن عودة لاعب الفريق الأول محمد البريك للتدريبات الجماعية يوم الأربعاء المقبل حسب برنامجه التأهيلي والمقرر من قبل الجهاز الطبي للنادي. من جهة أخرى أجرى مهاجم الفريق الفرنسي غوميز فحصا طبيا في مدينة دبي الإماراتية على موقع إصابته في اليد، ومن المقرر أن يبدأ تدريباته اللياقية والبدنية بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة حسب ما أعلن النادي. تتواصل مواجهات الدور 32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين غدا الجمعة بإقامة 5 مواجهات، حيث يحل حامل اللقب التعاون ضيفا على العين في لقاء سيلعب على استاد الملك سعود بمدينة الباحة، فيما يستقبل النصر على استاد الأمير فيصل بن فهد ضيفه البكيرية، بينما يحتضن استاد الأمير عبد الله بن جلوي بالأحساء مواجهة الأهلي ومستضيفه النجوم، كما يلاقي الاتفاق نظيره الطائي في الدمام، وتختتم المواجهات باستقبال الرائد للمجزل في بريده.